بعد اندلاع المظاهرات المناهضة لممارسات حكومة الصخيرات والفساد المستشري بالعاصمة طرابلس، بدأت الانقسامات تطفو على السطح بين العديد من أطراف النزاع داخل حكومة الصخيرات، وأبرزهم السراج وباشغا. ولم تبدأ الخلافات بين الرجلين عشية اندلاع المظاهرات، بل كان لها إرهاصات سابقة، أبرزها الخلاف الذي نشب بينهما على إثر الصراع المندلع بين ميليشيات مصراتة وطرابلس، حيث كان السراج داعما لميليشيات طرابلس، بينما اختار باشغا الوقوف مع ميليشيات مدينته على حساب ميليشيات طرابلس التي لطالما هاجمها بتصريحاته النارية، واصفا إياها بالميليشيات الفوضوية والغير منضبطة. وتصاعدت حدة الخلافات بين السراج وباشغا بعد اندلاع المظاهرات الرافضة للسراج وحكومته، حيث استغل باشغا هذه المظاهرات لمهاجمة ميليشيات طرابلس والسراج، متهما إياهم بقمع المظاهرات، وحذرهم من المساس بحياة المتظاهرين أو قمعهم أو اعتقالهم. ويسعى باشغا لاستغلال حراك المتظاهرين في حربه ضد السراج، ولما لا القفز على كرسيه. وفي خطوة للتصعيد عقد السراج اجتماعا ضم أمراء الميليشيات التابعين له باستثناء باشغا، الأمر الذي يؤكد الخلاف الحاد بين الاثنين. وفي ظل هذه الخلافات يخرج بطلا جديدا في القصة، يأخذ دور الحكيم الذي يريد أن يصالح بين الاثنين، وهو خلوصي أكار وزير دفاع أردوغان الإرهابية، الذي استدعى باشغا لأنقرة من أجل رأب الصدع بينه وبين السراج. هذه الخلافات الواضحة وغيرها الكثير تظهر التصدع الواضح في جدران حكومة الصخيرات التي ستهد على رأس السراج وحكومته في أي لحظة. لقناة ليبيا الحدث، محمود بن مصباح.